حمدوك يتعهد بتسخير مؤتمر باريس لإنجاز الحلم السوداني. صدى واسع لقبول استقالة النائب العام وإقالة رئيسة القضاء. معدل التضخم يرتفع إلى 363.14% لشهر أبريل الماضي. الري تعلن إزالة 1,000,000 متر مكعب من الطمي. أحدث الشباب من قناة سودانية 24، أهلا بكم. قال رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك إن الحكومة ستعمل للاستفادة القصوى من مؤتمر باريس لإنجاز الحلم السوداني وتحقيق مطالب الثورة. وفي تغريدة على صفحته بتويتر أضاف حمدوك أن السودانيين شاهدوا العالم يستقبلهم بشكل جيد بعد الثورة، وأكد حمدوك أننا سنعمل للاستفادة القصوى من هذا الزخم لإنجاز الحلم السوداني وتحقيق وعد ديسمبر. وقال رئيس الوزراء إنه جاء لباريس حاملا آمال وأحلام ملايين السودانيين وأجيال لم تعش لترى السودان الحر المستقر. وفي المؤتمر الصحفي، في ختام المؤتمر اعتبر رئيس الوزراء تنظيم فرنسا لمؤتمر باريس دعم الانتقال الديمقراطي في السودان خطوة أساسية ومهمة في الاتجاه الصحيح بالنسبة للبلاد، وقال إن الشعب السوداني سيظل يتذكر هذا المؤتمر كونه حدثا مهما، وشكر الرئيس ماكرون على جهوده ورعايته له، كما شكره على الجلسات والمداولات النشطة والحيوية ومعالجة قضايا السودان في النطاق الاستراتيجي القاري. وكان حمدوك أن القضايا التي تمت مناقشتها تجعل مؤتمر باريس من أهم الفعاليات التي تم تنظيمها بشأن السودان. من جانبها جددت الولايات المتحدة موقفها الداعم للسودان من أجل قيام حكم ديمقراطي مدني، وأشارت مديرة صندوق المعونة الأمريكي سامانتا باور إلى أن بلادها ستفعل كل ما في وزعها لدعم السودان وهو يتابع انتقاله نحو الديمقراطية، وأثنت على ما تقوم به الحكومة الانتقالية. وقالت المسؤولة الأمريكية إنه من المثير للقلق أنه بينما يجري الاحتفال بهذه البداية الجديدة للسودان فإن دارفور لا تزال موقعا أو موقعا لعنف مرير حسب وصفها. وحثت المسؤولة الأمريكية الحكومة على مواصلة الجهود للتفاوض على سلام مستقر في منطقة شهدت عقودا من العنف المروع والصدمات. رحبت رئيسة البرلمان العربي بالنتائج المبهرة والبناءة والمثمرة لمؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان. حشد الدعم المالي والاقتصاد اللازمين للنهوض باقتصاده وإعفائه من ديونه الخارجية. وأكد رئيس البرلمان العربي عادل العصومي أهمية المؤتمر في إعادة تقديم السودان للمجتمع الدولي بشكل جديد، وجدد دعم ووقوف البرلمان العربي مع السودان لكافة الجهود العربية والإقليمية والدولية الداعمة للأمن والاستقرار خلال هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد، انطلاقا من قناعة راسخة بأن أمن واستقرار السودان يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار العالم ككل. بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان مع فوكر بيتس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان يونيتامس القضايا المتصلة بأداء وواجبات البعثة والمهام الموكلة لها ودورها المرتقب في دعم مسيرة الاستقرار. جاء ذلك على هامش مؤتمر باريس الخاص بدعم التحول الديمقراطي في السودان. وقال فلوكر إن اللقاء تطرق للدور الذي يمكن أن يسهم به مؤتمر باريس في دعم جهود حكومة الفترة الانتقالية لتعزيز مسيرة الأمن والسلام في السودان. بحث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بمقر إقامته بباريس مع نائب رئيس دولة جنوب السودان جيمس واني الأوضاع في منطقة أبيي. وأعلن نائب رئيس دولة جنوب السودان جيمس واني أن بلاده تتجه لتشكيل لجنة للعمل مع السودان للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف بشأن المنطقة. وعبر الجانبان على أسفهما للأحداث التي شهدتها منطقة أبيي مؤخرا، وتطرق اللقاء إلى جهود دولة جنوب السودان في ملف السلام في السودان. وجدد نائب رئيس دولة جنوب السودان استعداد بلاده لمواصلة جهودها لإكمال عملية السلام في السودان.
شهدت حدود السودان المتاخمة لإثيوبيا موجة لجوء جراء الاشتباكات التي تدور بين ميليشيات الأمهرة وقبيلة الجمز. وتفقد رئيس لجنة طوارئ إسكان اللاجئين والمدير التنفيذي لمحلية باسندا مأمون الضوء اللاجئين الفارين للوقوف على أوضاعهم، وأكد تدخل السلطات الصحية والأجهزة الأمنية خاصة القوات المسلحة السودانية لإيواء الفارين. وفي فبراير الماضي أبلغ منصور التوم مدير التنسيق والمتابعة بحكومة ولاية النيل الأزرق أن عدد اللاجئين الإثيوبيين من قبائل الجمز بلغ 3,252 لاجئا، ومنذ ذلك الحين يتزايد تدفقهم من إقليم بني شنغول. أعلنت قوات الجبهة الثالثة تمازج بولاية غرب دارفور تمسكها بترسيخ قيم السلام المجتمعي وحماية مكتسبات المواطن وتصدي لكافة أشكال العنصرية القبلية. وأكد قائد الجبهة الثالثة تمازج بالولاية اللواء أحمد آدم لدى مخاطبته استعراضا عسكريا أقيم بالجنينة، أكد جاهزية قواته لحماية أي شبر من أرض البلاد، موجها قواته بالضبط والالتزام بالمواجهات العسكرية الداعمة لعملية السلام، كما وجه رسالة مجلسي السيادة والوزراء للإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية والإفاء بما جاء في اتفاق السلام. تباينت ردود الأفعال حول القرار الذي أصدره مجلس السيادة الانتقالي بقبول استقالة النائب العام تاج السير الحبر وإعفاء رئيسة القضاء نعمات محمد عبد الله. وقال الأمين العام لمنظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر أبو بكر عمر الإمام إن العبرة ليست في الأشخاص وإنما بمن يحقق العدالة والقصاص. ومن جانبه قال رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي محمد المهدي حسن إن مجلس السيادة الانتقالي قبل الاستقالة التي تقدم بها النائب العام للانتقادات المتواصلة لأدائه. من جانبه قال الشريف صديق الهندي رئيس الحزب الاتحادي الموحد إن النائب العام السابق واجهته صعوبات عديدة أدت لفشله أبرزها عدم اكتمال هياكل الدولة، فيما قال عضو السكرتارية المركزية للحزب الشيوعي السوداني صديق يوسف إنه لا خلاف في أن رئيسة القضاء والنائب العام كان أداؤهما ضعيفا للغاية. سجلت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية الشمالية 10 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا. وأشار التقرير إلى أن حالات الإصابة الجديدة سجلت بمحليات دونغولا 4 حالات، ومروي 3 حالات، ودلجو حالتان، والبريجيك حالة واحدة، مع وجود 67 حالة نشطة بالعزل المنزلي، وثلاث حالات بمركز العزل الرئيسي بدونغولا، وحالة نشطة واحدة بمركز العزل بمحلية حلفة، ليبلغ بذلك تراكمي حالات الإصابة منذ بداية الجائحة في الولاية الشمالية 867 حالة إصابة، متضمنة 655 حالة تعافي و 141 حالة وفاة. يحتفل العالم باليوم العالمي للاتصالات، ويأتي احتفالا هذا العام تحت شعار تسريع التحول الرقمي في ظل الأوضاع الصعبة بهدف التكيف مع الأوضاع الصعبة. وأشار وكيل وزارة الاتصالات إلى أن السودان استشعر أهمية الاتصالات من خلال إنشاء وزارة تعي بالتحول الرقمي لمواكبة التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات. هنا يطيب لنا أن نعلن باستشراف العالم في مثل هذا اليوم من كل عام الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات تحت رعاية الاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك منذ عام 1969 إبان تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات. ناقش اجتماع تحضيري لورش مؤتمر الحكم والإدارة بولاية جنوب كردفان الإعداد للمؤتمر الذي سيناقش كيفية إدارة السودان. وشارك في الاجتماع الوالي حامد البشير إبراهيم وقوى الحرية والتغيير والإدارات الأهلية والجهاز التنفيذي للحكومة والمؤتمرات القاعدية توطئة لمؤتمر الحكم والإدارة القومي. وقال موسح جبر محمود الأمين العام لحكومة الولاية إن هذا اللقاء يأتي إنفاذا لاتفاقية سلام جوبا والتفاكر حول مطلوبات النظم المحلي. وناقش الاجتماع عددا من الأفكار الخاصة بتطوير الحكم الفيدرالي في السودان بهدف تعزيز قدرات الولايات الاقتصادية والبشرية. الهدف الأساسي من هذا الاجتماع هو إنفاذ اتفاقية سلام السودان بجوبا. وواحدة من الأشياء المهمة جدا نحن تحدثنا عن الخطوة الأولى لتحقيق هذا الاتفاق هو عقد المؤتمر القومي
على مستوى الحكومة الاتحادية. خطب رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك اليوم فعاليات ملتقى رجال الأعمال الفرنسيين والأوروبيين والعالميين بمقر الشركات الفرنسية. وقال حمدوك: ظللنا نردد على الدوام أن السودان بلد غني ولا يحتاج للمنح والهبات، بل يحتاج للاستثمار الذي يخلق فرص عمل لشبابنا. فاصل قصير من ثم نواصل أبرز الأخبار الاقتصادية بالحدث الاقتصادي بعد قليل.